سببت مياه الأمطار والسيول اللي شهدتها عدة محافظات في زيادة نسبة العقارة في مجرى نهر النيل، وده أدى لتغير لونه للأصفر. ودكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن عقارة المية في نهر النيل بتؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول بتعمل بكفاءة عالية، وأن هي ليس ليها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية. أوضح عبد العاطي أن مياه السيول بتكون محملة بالرمال الناعمة والطمية، وبتسمى بظاهرة الإطماء. طبعا الصور دي امبارح كانت اثارت اهتمام ناس كتير جدا، والناس بدات تتساءل عن شكل الميه او حتى تغير لونها، وللتعليق طبعا على اصفرار ميه نهر النيل معنا هاتفيا دكتور محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا استاذ هشام، صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يا ريت نطمن الناس من خلال هذه المكالمه عن تغير لون مياه نهر النيل والصور اللي كانت متداوله امبارح طبعا على نطاق واسع. طبعا يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت الصوره دي اثارت لغط كبير جدا، لانها تعتبر جديده على الناس بشكل عام انهم يشوفوا نهر النيل باللون ده، وده ان دل فيدل ان احنا يعني الحمد لله عندنا شبكه من مخارات السيول ذات كفاءة عالية، وده كان واضح جدا انها قدرت تستوعب كميات الامطار الضخمة جدا اللي ما اتكررتش يمكن من 50 سنة زي ما ذكرنا، وقدرت تستوعبها وتوصلها بيسر وسلام لنهر النيل، لان ده مفروض ان كل مخارات السيول طبعا لعلم حضرتك والسادة المشاهدين انها بيكون نهايتها يا اما في نهر النيل يا اما البحار يا اما بعض المنشآت المائية أو السدود اللي بيتم إنشائها من قبل وزارة الري، واللي ثبتت كفاءة صراحة في الموجة الأخيرة من الأمطار في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد، بالإضافة طبعا للأعمال الموجودة في غرب الدلتا أو في مطروح وغيره. اللون اللي موجود ده نتيجة الأمطار اللي بتنزل على الجبال، ثم بتحمل معاها جزء من بنقول عليها يعني أتربة أو ناعمة شوية، فبتتحرك مع المية وتوصل للمجرى المائي، وعلى أساسه بتغير اللون شوية، لكن ده بيترسب. ويمكن النهاردة لو تم المتابعة هنلاحظ إن اللون اتغير شوية، لأن الأتربة دي بتترسب في القاع، ويمكن لها ميزة أو لها فايدة كمان إنها بتقدر إنها يعني تغطي الجراثيم أو الطحالب أو غيره في القاع، وكمان بتحسن نوعية المية، ملهاش أي أضرار سلبية. يعني دي ليها ميزة نوعية كمان يا دكتور محمد. طبعا لها ميزه نوعيه كمان، بالاضافه الى كده انها بتساعد في حمايه الجسور نفسها او الاطماء اللي احنا بنذكره. يعني حضرتك يمكن من بعد السد العالي مجارينا المائيه كلها اللي بتقدر بحوالي 55 ألف كيلو متر طولي ما بين ترع ومصارف، بالتاكيد اتاثرت وحصل لها جرف وحصل لها انهيارات نتيجه عدم وجود اي اطماء بيجي مع ميه النيل وبيتم حجزه قبل السد العالي. طبعا ده مع اختلاف المقدار والكميه، لكن ده قد يكون حاجه شبيهه بهذا الشكل. بناكد كمان بس يا فندم ان الاطماءات دي ما بتاثرش ابدا على الصحه العامه ولا على نوعيه الميه، بل بالعكس يعني هي بتساعد زي ما قلت لحضرتك في القضاء شويه على بعض الجراثيم والطحالب. الحاجه كمان لو فضل في اي جزء ده بيتم التعامل معاه من خلال محطات مياه الشرب، ويتم معالجته بشكل جيد بحيث ان المياه تكون صالحه للاستخدام وما يكونش فيها اي اضرار. طب هل يا دكتور محمد المشهد اللي احنا شايفينه في القاهره ده موجود في كل المحافظات اللي موجود فيها نهر النيل، ولا موجود في محافظات بعينها ومحافظات تانية لا؟ الفترة اللي فاتت كان عندنا بعض المخارات صراحة هي كانت فعالة جدا، زي مخارات حلوان ووادي دجلة ومخارات طرع، بالإضافة مثلا ده في القاهرة أقصد أو في الجيزة، وكمان كان في مخار زي سنور في بني سويف، وكافة المخارات اللي كانت واصلة لنهر النيل بالتأكيد هي كلها الحمد لله عملت بشكل جيد جدا. ودينا يعني قيادات الوزارة خلال الأيام اللي فاتت كانت متابعة من الطبيعة يعني أي زيادة مناسيب أو أي أمطار علشان ما تأثرش. يعني يمكن بدأت تظهر عندنا بعض المشاكل، زي النهاردة مثلا كنا في زيارة في النهارده لبحر البقر، مصر بحر البقر، وكان في لكن قدرنا ان احنا نتعامل معاه، ونتمنى ان شاء الله نخلص المشكله دي، لكن في مشاكل كتير قدرنا نتغلب عليها، زي مثلا اللي كان في مصرف البطس في الفيوم او حدوث في الشرقيه او كل المصارف اللي كان فيها نسبه ميه عاليه جدا. بناكد لحضرتك ان زي ما حضرتك ذكرت الخاصه بنهر النيل المجرى الكامل في اللون ده ولا بيكون موجود في مخارج
المخارات يا فندم. فأي مخار يكون بالتأكيد في نسبة الاطماء دي أو نسبة الأتربل هتغير لون الماء. طب قول لي يا دكتور محمد، إلى أي مدى إحنا استفدنا بكمية الأمطار اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا؟ مؤكد إن طبعا الكميات كانت كبيرة ما شاء الله يعني، واحنا حريصين بكل نقطه ميه تنزل نستفيد منها. فعلى سبيل المثال في جزء بيوصل لنهر النيل وده واضح قدام حضراتكم مساعد في يعني لامسينه جميعا، وفي جزء اخر بيكون موجود اللي نزل على مثلا جنوب سيناء او شمال سيناء او كمان البحر الاحمر بالمنشات المائيه الممثله في بحيرات صناعيه او خزانات جوفيه او حتى السدود اللي موجوده تم ملئها علشان يقدر يعتمد عليها التجمعات البدويه، اللي احنا بنساهم بشكل كبير جدا التواجد المياه دي بتعمل حاجه او حاله من الاستقرار المعنوي والمادي لهم، فبيقدروا ان احنا كمان يستعيدوا عن اي مصدر مائي اخر، وده بيكون بالنسبه لهم بيستغلوه بشكل جيد جدا. فبالتالي احنا بناكد على ان كل نقطه ميه بنحاول نستفيد منها حتى لو سببت لنا بعض المشاكل، ان احنا عندنا بعض المصارف ما قدرتش تستوعب كميات المياه الضخمه دي، لكن باذن الله نتغلب عليها وان شاء الله نحل اي مشكله.